كابتن اسامه الف مبروك، حققت المطلوب، ولكن واضح ان في حاجه غريبه على النادي الاهلي. لا طبعا باينه من الشوط الاولاني، انت جبت هدف بدري جدا في الدقيقه 2، مفيش احسن من كده، وابتدى نص الملعب يتاخد من لعيبه المريخ. انتوا اتكلمتوا على موضوع في لعيبه كتير مجهده، ممكن حقيقي في بعض اللاعبين، لكن في بعض اللاعبين اخرين يعني علامه استفهام برضو على ادائهم ويبقوا مجهدين ليه، لانه فيهم ناس ما لعبوش برضو عدد ماتشات كبير، يعني يعني طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، رامي ربيعه، محمد هاني بيحاول الصراحه، يعني النهارده بيحاول بس مش في احسن حالاته، بس ماشي يعني بيبذل جهد كبير. يعني في لعيبه كتير، بيرسيتاو لعبه كام ماتش يعني. لكن اقول لك السوليه واضح ممكن يكون مجهد شويه، محمد عبد المنعم واضح جدا، علي معلول واضح جدا، ففي ناس لعبت في المنتخب وواضح عليهم التعب، بس في ناس تانية يبقى مجهد ليه او تعبان ليه، يعني برضو هي علامه استفهام برضو، يعني في ناس بتنزل نص ساعه و25 دقيقه، المفروض يبقى جهدها احسن من كده. أيوه. وادائها هيبقى احسن من كده. أيوه. واصرارها هيبقى اكتر من كده، يعني في ناس لازم تنزل. انت مستر موسيماني عمل اربع تغييرات، طاهر وحسين الشحات مكان عبد القادر وبيرسيتاو. انت قصدك على اساس ان هم ينزلوا يصنعوا الفارق. ايوه، او يعملوا توازن حتى طبيعي. بين حاله الاجهاد اللي موجوده وهم طبيعي مفرش. اولا عبد القادر يعني هي مستغربه انه طلع، لانه كان ماشي كويس وغريبه، يعني الوحيد اللي واقف على رجله، يعني كان ماشي، ما تقدرش تقول لا هو طلع في التوقيت اللي كان فيه كان كويس. يعني هو طلع في التوقيت اللي كان فيه كويس، ماشي، نزل طاهر وحسين الشحات، ثم يمكن حمدي فتحي لما نزل، حمدي فتحي مسته انه ممكن ما يبقاش باذل مجهود كمجهود عالي، ولكن نظم اللعب، قدر يقف قدام الحته الدفاعيه. قدر يقف قدر يقف بين رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم قدامهم شويه. سيطر على وسط الملعب، يعني عمل اتزان للسوليه وديانج. لكن هو الواضح طبعا ان بصفه عامه ان في حاله اجهاد، هنقول عليها اجهاد، ما هو انت مش يعني ما فيش عنصر تاني تقدر تبرر بيه غير كده. الحاله طبعا انها تقول اجهاد، لان الحاله بصراحه في معظم اللاعبين، انا استثني يعني ممكن يكون رايي مخالف لحد، انا استثني محمد شريف لانه جاب جونين وحاول كتير جدا وليه ضربه جزاء واضحه. مزبوط. يعني كان بيحاول، وبعدين الفرص اللي اتاحت له غير الجون مش فرص واضحه، فرصه أو كمان فرصه حطها ماشي حطها ببطن رجله، كان الجون طلعها، يعني ما تقدرش تقول يعني غير كده. مش ديانج شويه بس برضه مش في الحاله الكويسه بتاعته. مين يعني بعد كده؟ هاني بيحاول باذل جهد، يعني في جهد مبذول بس مش في احسن حالاته. يعني غير كده بقى المعظم مش في الحاله الطبيعيه بتاعته. احمد عبد القادر يمكن بس قبل ما يطلع عمل كوره كورتين، فهو شكل مش يعني مش مقنع النهارده. ممكن نقول اجهاد، ممكن نقول مش هقول استهتار، استحاله يكون استهتار. انا متاكد استهتار طبعا. طبعا، لانه انت خسران الماتش اللي فات، انت مش كسبان. يمكن لو انت كسبان صن داونز كنت اقول لك ممكن، يبقى انت عايز تكسب النهارده باي طريقه. يعني هي طبعا النتيجه ممتازه، سيبك ان جه فينا جونين جم بغرابه شديده جدا، ولكن في النهايه انت كسبت اللقاء، كسبته 1-0، كسبته 2-1، كسبته 3-1، انت خدت الثلاث نقط، ودي كانت اهم حاجه. المهم ان الهدف اتحقق حتى وانت في الحاله مش في حالتك، مش حلوه بتاعتك، يعني مش الحاله الطبيعيه بتاعتك بالظبط، لكن ربنا كرمك وقدرت. عمرو السوليه الكره الثالثه عملها وخبطت في الراجل ودخلت، قدرنا نكسب اللقاء، وده كان مهم جدا، ولكن هو في علامه استفهام كبيره فعلا على الاداء بصفه عامه النهارده. وانا طبعا معاكم انه ما ينفعش نلعب ماتش بيراميدز يوم 8 ثم 11 هتلعب. لا ده تهريج يا كابتن. طبعا 12 طب 12 بس تهريج برضو. طبعا انت رايح تلعب صن داونز في جنوب افريقيا. طبعا المسافه كبيره جدا، وماتشات متلاحقه كل 3 ايام، هتعمل تعب بالذات اللعيبه اللي بتلعب باستمرار، يعني